كل البلدان العربية الأفريقية تحلم مش تمشي لكأس العالم. صحيح. تحلم وانت مش تمشي لكأس العالم، يزمك تترشح أمام الفرق الأفريقية، وليش يعيب وأنه يمشي لكأس العالم ويهز كأس أفريقيا. نقطة ثانية، تفضل. كان كل كلمة بتقولها مش قص علي. تفضل. أنت قلت أنا جاوب. تفضل. وبإجازة. لا أنا ما فهم كلام. الآن. واتفق العرب على أن لا يتفقوا، ولكن اتفق العرب على أن ينسحبوا. خمسة. نجي الوليد رجرج، لأنه المسألة هامة جدا. أنا شخصيا عبد الكريم نعرفه، صابر نعرفه، عبد العزيز نعرفه، أنت نعرفك. أحنا العروبة في دمنا، أحنا العروبة في دمنا، أنا شخصيا ونعرفكم. أنا كتلعب الجزائر وتلعب المغرب وتلعب كذا، أنا معه، أنا ما عنديش. لكن ما قاله وليد رجرج حقيقة يزينا من النفاق العربي. حقيقة الاحتفالات في الجزائر بانسحاب المغرب منقطع النظير. شوفوا الاحتفالات في مصر بانسحاب، لأنه قال أنا فرحان للكونغو وربحت المصر. الاحتفالات في مصر بانسحاب المغرب منقطع النظير وكبيرة. النفاق العربي، هو كان صريح، قلت أنا عربي للنخاع، هو كان صريح رأيه. تبقى يقوله بتلك الطريقة، أنا حسيت أنه الرأي محترم، لأنه هذيك حقيقتنا. وإنما الطريقة حسيتها كأنها استفزازية، وكأنه في ملامك يحكي بربي العرب. طيب العرب. بس المصطلح يعني قد لا يكون النفاق العربي، يعني هي وجهة نظرك. لا لا هي وجهة نظرك، هي وجهة نظرك في في بالطبع في هذه حقيقة، في وجهة نظر، فيها وجهة نظر بالطبع. شخصية تمثلك، مش نحكي على الشعوب في بعضنا. طيب بلوس، تميز ومصداقية.